السلام عليكم. شرح قصة Assassin's Creed Valhalla، وهي فعلا رجعت لي تعيد القصة من الأجزاء القديمة، وهي كقصة سرية ومعقدة أفضل بكتير من الجزئين اللي فاتوا. الفيديو طبعا هيكون فيه حرق، والفيديو برعاية ستور Games to Egypt. None may follow. Loki least of all. في الأول خليني أتكلم عن ماضي القصة علشان نسترجع القديم علشان نفهم الجديد. اللي متابع قناتي من زمان هيعرف إن قناتي الوحيدة اللي شرحت القصة بكل عمق وتوضيح، فأنا عملت أكتر من 40 فيديو بيتكلم عن القصة وخباياها، فممكن تعتبرني المصدر العربي الأول لقصة أساسنز. وكل الحاجات اللي هقولها دي فهي مجهود شخصي بناء على خبرة 13 سنة مع قصة السلسلة. في شرح فالهالا هركز على خبايا القصة والأسرار، لكن بطلب منكم في الأول إنكم تشيروا الفيديو ده وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس. وبصراحة أنا متحمس جدا للشرح ده لأنه مرجع لي شغفي مع أيام لما كنت بشرح القصة المعقدة، لكن مع الأسف آخر جزئين ما كانوش معقدين بالمرة. ولكن بما أن القصة ما بقتش عن جونو اللي ماتت، ولكن بقت عن شيء مختلف خالص. لكن أولا، إيه هو الجري؟ في تسجيلات خفية في أجزاء قديمة بتقول إن جونو حبس ديزموند في الجري. ديزموند مايلز هو عايش طبعا ومحبوس هناك، وقلت النظرية دي في فيديوهات قديمة كتير. وفعلا هتقابل ديزموند مايلز في فالهالا باسم القارئ، وصوته طبعا مميز ومعروف، وده صوت نولان نورث. لكن الجري هو مكان شبه الإنترنت، بيبقى متواصل مع جميع التكنولوجيا التانية، وهو عالم تاني اتوصف على إنه عالم ما بعد الموت. جونو لما اتحررت على إيد ديزموند، ولكن بسبب جسمها الضعيف فراحت على الجري، ولان الجري بيخليك تقرا الاحتمالات الموجوده في العالم بتاعنا. فجونو شافت ان عشان تسترجع قوتها وتحكم العالم احتاجت مساعده دكتور اسمه جرامتيكا، واحتاجت ابن ديزموند مايلز لانه من السيج. الخطه فشلت عموما، وهسيب الرابط فوق بيتكلم على الحكايه دي. ومن بعدها جونو ماتت على ايد ابن ديزموند مايلز من خلال قطعه اثريه، وقصه جونو انتهت. لكن عموما في ترابط مهم بين عالم اسجارد اللي بتلعب فيه كاودن وبين العالم القديم بتاع ايفر، لان ايفر بيشوف زي رؤيه على انه في عالم اسجارد، وبيشوف صحابه باسم على انه كمان في عالم اسجارد باسم تاني وهو لوكي، نفس الشكل ونفس الصوت، وكمان بيشوف تير على شكل صاحبه سجارد. وده مربط واساس القصه. ده معناه بكل بساطه ان ايفر من سلاله اودن، وان باسم من سلاله لوكي، وان تير من سلاله سيجارد. الثلاثه دول اتقابلوا في الماضي القديم علشان يتجمعوا من تاني في الماضي الحديث، واللي انا بحب اسميه عالم ايفر. وده معناه ان الثلاثه دول هما من السيج اللي حضروا كل الازمان، واللي هما مستنسخين من جينوم الحضاره الاولى. فهما باختصار الثلاثه دول في عالم ايفر مستنسخين من الحضاره الاولى في عالم اسجارد. ما ننساش برضو ان باسم لما اتنقل على العالم الحديث فما ماتش، مع انه ما كانش ماسك الستاف اوف ايدن، على عكس كساندر لما تركت الستاف اوف هيرميس من ايديها فماتت على طول لانها بشريه. القصه كلها في شخصيه باسم نفسه. اولا هو واضح انه كان بيكذب على ايفور بكل حاجه. باسم هو نفسه لوكي، ولكن دخل على عالم ايفور كاساسن، وهو اصلا ممكن ما يكونش اساسن، واحتمال يكون بيدعى كده علشان ليلى حسن تثق فيه، خصوصا لانه خدع ليلى حسن وخلاها تلمس الجهاز علشان يتحرر من الجري. يعني هو خرج من الجري وحبس ليلى. لكن عموما باسم بما انه سيج فهو خالد. لكن من عند اللخبطه، خليني الاول اشرح كل شيء من البدايه. بدايه القصه الفعليه بتبدا مع باسم اللي هو لوكي واليسيا. اليسيا اللي ظهرت في اوديسي كواحده من الحضاره الاولى، وهي مرات لوكي. العالم اتعرض لكارثه دمرت كوكب الارض، واللي معروفه باسم الكارثه الاولى، واللي حصلت سنه 75000 قبل الميلاد. في الوقت ده البشر كانوا عبيد عند الحضاره الاولى. الحضاره الاولى حاولت تتجنب الكارثه دي لكنهم فشلوا. في كذا عضو من الحضاره عمل كذا تجربه علشان يحاولوا يتجنبوا انهم يموتوا بسبب الدمار ده. والكارثه دي ظهر فيديو بيوضحها في نهايه جزء ريفليشن. ايتا جوز جونو تطوع عشان يغير جسده من خلال نقل عقله لشخص بني ادم، والتجربه دي فشلت ومات إيتا. لكن جون هتاخد منه عينات دم عشان خاطر تصنع السيج. السيج او الحكماء دول هم عبارة عن ناس حضروا كل الازمان لكن بشخصيات مختلفة، وهم مستخلصين من ذكريات ايتا لانهم بيمتلكوا الجينوم والدي ان ايه بتاع ايتا، وهم بيكونوا كبشر عاديين وبيتولدوا عادي في عالمنا، ومع الوقت بيكتشفوا انهم سيج مع تضارب ذكرياتهم كبشر وكحضارة اولى. فقبل ما ايتا يموت جونو تلعبت بالجينات الوراثية للبشر ودمجتها مع الدين ايه بتاع ايتا، وده خلى في ناس بتتولد وهم سيج وبيكونوا عندهم ذكريات ايتا، وده علشان تعيد احياء جوزها ايتا اللي مات. الكلام ده مهم جدا تعرفه، لان اودن هيعمل نفس الكلام ده مع ايفور، كذلك باسم وتير.
في تجربة تانية اتعملت وهي نقل وعي واحد من الحضارة الأولى جوه قطعة أثرية، وده بالفعل أساس القصة هنا، لأن إحنا عشنا ده في جزء سندجيت من خلال الشراود اللي كان فيه واحد من الحضارة الأولى اسمه كونسيس سكن جوه القطعة دي لتجنب موته، واللي وظيفة الشراود إنه بيعالج المصاب، بالإضافة إن أليسيا سكنت جوه الاستاف أوف هرميس وباسم أو لوكي عايز يرجع الاستاف علشان يلم شمل عيلته الكريمة. لكن مشكلة القصة إنها مش موضحة مين الصديق ومين العدو، يعني بناء على اللي أنا شفته ممكن باسم يكون هو العدو الأساسي في الأجزاء الجاية. لكن بغض النظر عن مين الطيب ومين العدو الحقيقي، لو لعبتوا الجزء الثاني وبرازر هود هتلاقوا فيه أنشطة أو جليتشات الأنيمس دي لما بتلمها كلها بيطلع لك فيديو سري، والكلام ده برضو موجود في فالهالا. لكن الأول أودين في أسجارد عنده زي 3 مستشارين بيتنبؤوا بالمستقبل، دول هيقولوا لأودين على رؤية وهيتكلموا على مصيره وهيوروه اللي هيحصل في العالم، حاجة كده شبه رؤية اللي جون وريتها لديزموند لما نقص العالم. فأودين هيشوف يوم راجناروك وان الحضارة الأولى هتتدمر وأسجارد هتنهار والعالم هيتحرق. أسجارد طبعا هي مدينة من الحضارة الأولى زيها زي أطلانتس. لتجنب الحادثة دي أودين هيعمل نفس اللي جونو عملته، ولكن ممكن بطريقة مختلفة لحد ما، واللي هي نقل جسم ووعي لشخصية بشرية، علما ان التجربة دي هتنجح ممكن لأنهم أطفال رضع. عارفين مين التلاتة دول للأطفال؟ فكر، دول هم باسم، سيجارد، إيفر، وده مجهود شخص مني بالمناسبة، واللي هيسرق شرحي هعلقه. مفيش حد ممكن يعرف يقول الاستنتاج ده، انسى. وبصراحة اخد مني فترة على ما قدرت استنتج حاجة زي كده، وهي اعتقد انها مقنعة. فانت عندك 3 اشخاص في اسجارد، وبعدها هتلاقي 3 ابطال بنفس الشكل والصوت في عالم ايفر. فانا بصراحة للحظة توقعت ان القصة مش هعرف اشرحها بسبب تعقيدها. المهم الاطفال دول اي واحد فيهم بيمتلك ذكريات ووعي شخص من الحضارة الاولى. فأودين دخل الجهاز تاخد منه عينة دم ودخلت جوه الجنين او الطفل ده، فأودين اتنقل لوعي ايفر او نقل عقله جوه عقل ايفر. تير نقل الوعي بتاعه لوعي سيجارد. لوكي بما انه منبوز ومنفي فهو مش من حقه يعمل التجربة دي، لان في خلاف كبير بين اودين ولوكي وهتكلم عنه قدام. فلوكي عمل التجربة دي ولكن قتل واحد بداله، فلوكي اتنقل لوعي باسم. فاودين بالفعل عاش جوه عقل ايفر وبقى بيشوف ذكرياته. ايفر، باسم، سيجارد عاشوا كلهم كسيج تحت رعاية عقل ووعي اودين، لوكي، تير. المهم فاكرين نهاية ريفليشن لما جوبيتر هيوري ديزموند الكارثة الأولى بتاعت العالم؟ الفيديو ده تحديدا، وبما أن كاتب فالهالا هو نفسه كاتب ريفليشن، فالفيديو ده هيشتغل تاني في فالهالا وأودين هيشوفه وهيعيشه، وهيبدأ ينقل جسمه وعقله لجسم طفل أو الجنين علشان يعمل تجربة السيج. والمشهد السري بتاع الأنيمس نفسه هيتطبق في فيديو نهاية أسجارد اللي هكون مستشارين بتوعه، لكن بدل ما هي رؤية فهتبقى حقيقة. لكن هل سألت نفسك ان ليه ايفر في كل مرة هيقتل شخص تيمبلر هيلاقي اودين موجود معاه وبيتكلم مع ايفر، مع ان في الاجزاء القديمة لما ايديو او الطاير لما بيقتل حد فمفيش حد جنبه، وده لان اودين عاش من خلال عقل ايفر فهو ساكن جوه عقله، زي ما لوكي عاش من خلال باسم وتير عاش من خلال سيجارد، فالثلاثة دول يعتبروا اتولدوا من جديد من خلال 3 تانيين. ما ننساش طبعا ام شخصية فولكا العرافة واللي ما كانش عليها تركيز كبير، لكن ممكن فرايا في عالم أسجارد تكون هي نفسها أم فولكا في عالم إيفر، بحيث إن فرايا عملت منها تجربة السيج علشان تعيش من جديد، وطبعا الشبه واضح جدا بين الاتنين. ودي فكرة السيج بتاع جونو، إن عامل الصيانة بتاع بلاك فلاج جون ستاندش كان سيج وكان بيحب جونو، كذلك جيرمان بتاع يونيتي كان سيج وكان بيقدس جونو، فالتجربة واحدة هنا، أودين عمل نفس اللي جونو عملته، لكن الاختلاف الوحيد إن دول في عالم أسجارد ودول في أطلانتس. لكن عموما هل ده معناه ان اودين مات؟ لان الكارثة دمرت كل شيء، حتى لوكي كمان مات. لكن هل ايفر ميت؟ السؤال ده اجابته مش واضحة، فاحنا مش عارفين هو مات ازاي، خصوصا انه مدفون في فنلندا. لكن ايفر بما انه سيج او عنده الوعي اودين فهو مات مقتول، لان الحضارة الاولى او السيج مش بيموتوا الا بالقتل، هم خالدين، خصوصا لان باسم فضل عايش لاكتر من 1000 سنة وما كانش بيكبر، وده ممكن بسبب اللي جري حياة ما بعد الموت. لكن باسم لما خرج للعصر الحديث فهو كان عايش عادي، هو كبر بس في السن، والاستاف المفروض انه عالجه تماما لكنه ما ماتش لما ترك الاستاف، وكساندرا وفيزاغورس اول ما سابوا الاستاف ماتوا على طول. لذلك ده معناه ان باسم او لوكي خالد مش هيموت الا بالقتل، وايفور بنسبة كبيرة مات مقتول، خصوصا لان السيج اللي عاشوا من خلال ذكريات ايتا فماتوا كلهم مقتولين. ارنو مثلا قتل واحد، ادوارد قتل واحد، الطاير قتل المعلم واللي كان من السيج. لكن خطة باسم من البداية كانت انه يبحث عن ايفور وسيجارد علشان ينضم لهم كحليف، ومن خلالهم يعرف مكان اللي بيوديه على فالهالا عشان يلتقي بأليسيا.
المكان ده او الآلة دي لما بتدخلها بتخليك تعيش حياة ما فيهاش موت، وناس معينة لما بتموت بتروح للمكان ده واللي هو اسمه فالهالا. لكن باسم خطته في دخول المكان ده فشلت. باسم عايز ينتقم من ايفر وسيجرد ويقتلهم، لانه على معرفة بيهم من خلال ذكرياته كلوكي، فاودن قتل كل اولاد لوكي. حتى باسم قال لايفر انه دمر كل اماله، وقال له انه عايز يموته بسبب اولاده، وقال لسيجرد انه اختار الجانب الغلط، ويقصد هنا تير لما كان بيجي في صف اودن ضد لوكي. فالمهم لما ايفور حبس باسم في الجهاز وسيجرد لمس البلورة، فهنا باسم بدل ما يروح فالهالا فراح لجري، وده بالمناسبة اللي ديزموند عمله لما جونو خليته يلمس الجهاز، فديزموند راح لجري وجونو اتحررت، فباسم اتحبس في الجري على ايد ايفور. فعلشان يخرج نفسه تواصل مع العيل الحسن من خلال تقنيات الجري، ولانه يقدر يتلاعب بالاحتمالات والحسابات، فبحث عن جثة ايفور وخلى ليلى تروح على مكان جثته في فنلندا، فبعت لها صوت وقال لها ابحثي عني وعن ايفور وعن مادوان اللي هو اودن. وفعلا ليلى هتشوف ذكريات ايفر لحد ما وصلت للآلة دي، فهي دخلت جوا فالهالا ولمست البلورة واتحبست في الجري مع ديزموند. باسم قعد في الجري فترة طويلة جدا لحد ما لقى ليلى حسن ومعها الاستاف، وده هو هدفه، فهو خبيث وخدعها. باسم خرج من الجري وراح العصر الحديث وقابل أليسيا من خلال استاف في هرميس، والمفروض انه هيقابل ويليام مايلز، والقصة هنا خلصت. طبعا في حاجات ممكن ما تاخدش بالك منها. لما باسم هيكلم ايفر هيقول له ان اولاده ماتوا، طبعا هنا هو يقصد اودن، لان الرؤية اللي شافها اودن من المستشارين الثلاثة هي ان فينرير ابن لوكي هيحاول يقتل اودن، فراح اودن قتله الاول. فباسم عايز ينتقم من ايفر، لان زي ما قلت الماضي القديم اتعكس على الماضي الحديث، بالاضافة ان باسم لما خرج للعصر الحديث كان لابس تيشيرت عليه رسمة ذئب وقمر، ده بسبب ان ابنه فينرير هو هجين بين ذئب وملك او انسان، والقمر معناها ان فينرير يوم راجناروك هياكل القمر. طبعا هنا حصل تعديل لقصة راجناروك الحقيقية، والمفروض ان فينرير فعلا هيموت اودن، لكن اللعبة عدلت عادة. فالقصة العصر الحديث هي عظيمة ومكتوبة بطريقة حلوة جدا، كاتب ريفوليشن كان لازم يرجع من زمن. ليلى لما دخلت على الجري باسم هيقول لها ان في خطر جديد وكارثة هتدمر العالم، طبعا هو شاف ده من خلال جهاز اي واللي هي البلورة اللي ليلى لمستها. فديزموند بيحاول يشوف ويقرا حسابات تانية علشان يتجنب الكارثة دي، فبيدور على فترة زمنية او تايم لاين او جدول زمني للبحث عن احسن فترة زمنية لمستقبل البشر، فترة ما يكونش فيها كارثة بتشكل خطورة على البشر. لكن المشكلة ان كل الاحتمالات اللي شافها فبتودي في النهاية لكارثة، نفس الكارثة الاولى لما الشمس ضربت الارض بالاشعة. لكن لما ليلى انضمت مع ديزموند قالت له انهم يرجعوا لفترة 2012 قبل ما ديزموند ينقذ العالم، ويشوفوا من هناك جدول زمني ما يكونش فيه اي كوارث. فالشجرة دي فيها ملايين العوالم وملايين الاحتمالات والحسابات، فالهدف دلوقتي انهم يبحثوا عن جدول زمني بيبدأ من 2012 قبل ما ديزموند ينقذ العالم. فنهاية الجزء الثالث ممكن هتنعاد، واحتمال كبير برضو جونو تعيش من تاني، وده احتمال كبير يكون معناه انهم هيتجنبوا كارثة جديدة، حاجة كده شبه فيلم افنجرز اند جيم لما رجعوا بالزمن عشان يصلحوا اخطاء الزمن ده. لكن اولا ايه هو جهاز اي وايه لازمته وليه ممكن من خلاله يتجنبوا اي كارثة للعالم؟ جهاز اي باختصار بيبين كل الاحتمالات والنتائج اللي ممكن تحصل في العالم، ويخليك تشوف حسابات النتائج المستقبلية. اول كارثة للعالم تنبأوا بها من خلال الجهاز ومينيرفا اللي صنعته، فهي شافت الكارثة اللي هتحصل في 2012، فعلشان تقابل ديزموند وتحذره فراحت على ايدزيو وكلمت ايدزيو من خلال ديزموند. فديزموند وهو في الجري بيشوف كل الاحتمالات وكل الجداول الزمنية اللي بتحصل، وعلى كلام ديزموند ان الاحتمالات دي بتاخد وقت طويل لان في كل مرة بيرجع للصفر، وده بسبب ان الاحتمالات بتنتهي بكارثة جديدة بتشكل خطر على البشر. فديزموند من خلال الاحتمالات دي شاف ليلى وكان عارفها. ما ننساش كمان ان ليلى لما دخلت الجري اتحولت لطيف خلال ثواني، فده ممكن يكون معناه ان اي شخص بيدخل الجري بيتحول لطيف ومش جسم مادي، فده ممكن يكون معناه ان مينيرفا وجونو وجوبيتير ويا شخص من الحضارة الاولى، طالما هو طيف فده ممكن يكون معناه انه محبوس في الجري، ممكن اتخذ الجري ده كمكان امن عشان ما يموتش من كارثة اشعة الشمس. لكن طبعا ما ينفعش تدخل الجري وتخرج منه الا لو حد حرره منه من خلال الكريستالة اللي ديزموند وليلى لمسوها، فده ممكن يكون معناه ان اودن وسور وكل اعضاء الحضارة الاولى يكونوا عايشين، لان المشهد ده مش مبين هم رايحين على فين، فممكن يكونوا دخلوا لجري فعلا او ممكن يكونوا اتنقلوا لزمن تاني، وهتكلم عن ده اكتر قدام. برضو للعلم اكلي او سبجكت 16 محبوس هناك هو كمان في الجري. عامة القصة محتاج للأسف شوية أجزاء تانية علشان توضح، وبتمنى جدا ان الأجزاء الجاية تركز على العصر الحديث، علما ان احتمال كبير نلعب بشخصية باسم.
وطبعا في الاخر ايفور هيطرد اودن من دماغه لما هيخرج بره فالهالا. فهنا بنلاحظ ان ايفور هدفه مش زي هدف اودن بالمرة، فهو مش عايز منه المجد او الشهرة والمعرفة، فهو ممكن يكون بيتجنب ماضيه على عكس باسم كلوكي، لان لوكي واضح انه سيطر عليه باسم تماما واستولى عليه ومتحكم فيه تماما. في نظريات حابب اقولها لكن هي مش اكيدة، وهي ان ممكن اودن هو ذا فازر اوف اندرستاندينج، ودي الجملة اللي بيقولوها التيمبلر، وده احتمال بسبب ان شعار ابسترجو كان موجود في المكان ده اللي عملوا فيه تجربة السيج، فهو ممكن يكون تيمبلر. حتى اللوجو بتاع اودن اللي اسمه هورن فهو شبه لوجو ابسترجو، واحتمال لوكي يكون اساسن، وعلشان كده هو كباسم انضم على اساسن كهيدن ون، واحتمال يكون هو اول من اخترع الهيدن بليد، لان في المشهد ده هنسمع صوت هيدن بليد كلوكي. في نظريه برضه في دماغي من فتره ودلوقتي اتاكدت، وهي معقده شويه، بس في عالم يوتنهايم عالم العمالقه اودن هيقابل جونو كواحده اسمها هيوريكن ومعها الابل اوف ايدن، لكن الاول ميمير اللي هو روح الماء او حارس البئر هيقول لاودن على تضحيه بالعين. بدون دخول في تفاصيل، اودن هيشيل عينه ويحطها في البئر، وده علشان يتولد من جديد وكحل علشان يتجنبوا الكارثه الاولى. المهم ايفور هيشيل عينه ويحطها في البئر وهياخد الماء المقدس واللي اسمه ميد. هيوريكن طلبت من اودن انها تاخد الميد وهي محتاجاه علشان تصنع منه تجربة السيج، وقالت انهم عملوا 6 محاولات لتجنب دمار اسجارد وفي كل مرة بيفشلوا. هيوريكن فقدت الامل في انقاذ العالم ده، فهي هتصنع السيج لكن هتقوله ان ستونجر وجنلودر هيطردوها لو صنعتهم، واللي هي هنا تقصد جوبيتر ومينيرفا، فهم خايفين ان السيج يغير الجنس البشري للأسوأ فحبسوا هيوريكن. ما ننساش برضو انا قلت ان لوكي مراته هي اليسيا، وده لما باسم كلمها من خلال الستاف، ولكنك لما هتروح يوتنهايم هتلاقي واحده اسمها انجر بودا وهتسال اودن هتقول له جوزها لوكي فين، فهل ممكن انجر بودا هي نفسها اليسيا؟ ففي استعباط بيحصل هنا، علما ان اليسيا بتكره جونو لان جونو كانت السبب ان كاساندرا وبوسايدن يغرقوا اطلانتس، وفعلا بنلاحظ ان انجر بودا وهوريكن بيكرهوا بعض، فده ممكن يكون معناه حاجه غريبه، ان ماذا لو شخصيات اسجارد نفسها نقلت نفسها لجسد مختلف لتجنب الكارثه الاولى، بمعنى ان اي شخص من الحضاره الاولى وقبل اي كارثه هتدمر العالم فبينقل نفسه جوه جسد تاني عشان يضمن انه يعيش من تاني بعد الكارثه دي، بحيث ان الكارثه الاولى هوريكن عاشت كجونو في الكارثه الثانيه، كذلك انجر بودا عاشت كاليسيا، خصوصا انك لما هتقابل جون لودر اللي هي مينيرفا لما هتقابلها في عالم يوتنهايم هتلاقي اختراع جهاز شبه المرايه بيتنبأ بالمستقبل والاحتمالات، علما ان مينيرفا عملت جهاز اي واللي هو بيقوم بنفس الوظيفه دي. باختصار ده معناه ان في كل كارثة هتدمر العالم فالحضارة الاولى بينقلوا نفسهم لجسد مختلف وبينقلوا الوعي بتاعهم، ثم الكارثة اللي بعدها لو ما عرفوش يتجنبوها فبيعملوا نفس الشيء ده. فده بيأكد نقطة ان كل حضارة ليهم اعضاء من الحضارة الاولى، يعني آسر فانر وياكنر دول هم كحضارة اسجارد، واللي بتمثل اودين ولوكي هيوريكن جون لودر وانجر بودا، هم اسمهم غريبة بصراحة كويس انهم سهلوها، انما حضارة زي اطلانتس واللي بتمثل مينيرفا جونو ايتا بوسايدن واليسيا وجوبيتر، وده معناه انهم بيتنقلوا من خلال العصور او بينقلوا اجسادهم ووعيهم لعصور تانية لتجنب كل كارثة بتحصل، بحيث ان الكارثة الاولى اللي حصلت سنة 75000 قبل الميلاد فهوريكن بقت جونو في كارثة 2012، جون لودر بقت مينيرفا في 2012، انجر بودا بقت اليسيا في 2012 وهكذا. حتى لو تفتكروا في الجزء الثاني لما ادزيو هيقابل مينيرفا وهيسالها هي مين، قالت له انه عندهم اسماء كتيره، حتى لما بتلعب بعالم اسجارد بيبقى اسمك هافي، ولما بتشوف الرؤيا اللي بيحكوها المتنبئين فهافي بيشرب حاجه واللي هي الميد اللي صنعها، ثم بعدها لما بتشوف المشهد السري بتاع تجميع جليتشات الانيمس بتلاقي نفس الاحداث ولكن مكان مختلف واسمه بقى اودن. فهل ده ممكن يكون معناه ان هافي اتنقل لاودن ثم اودن اتنقل كايفر؟ لان الكلمه اللي بيقولها في كل مره معناها انهم هيرجعوا تاني للحياه. عامة هي نظرية معقدة لكن صحتها وردة بشكل كبير، وانا رأيي ان محدش يفكر في النظرية دي لانها معقدة بدرجة صعبة، وخليكم في الشرح المفهوم على امل ان يوبي سوفت تكشف عن اي حاجة مع اني اشك. هما كده حرفيا قالوا للفانز عايزين قصة قوية، طب خد. لكن بغض النظر عن كل ده، عامة في نظرية مش متذكر اسمها اعتقد انها الفراجة، واللي بتقول ان كل صراع او كل حدث بيعيد نفسه ولكن بطرق مختلفة، او دورة بتنتهي بنفس النتائج مع اختلاف التوقيت، ودي اعتقد انها بتأكد النظرية المعقدة اللي قلتها دلوقتي. ولكن مثلا تير فقد ايده وده انعكس على سيجرد لما فقد ايده، ليلى اتحبست في الجري زي ما ديزموند اتحبس، وباسم خدع ليلى زي ما جونو خدعت ديزموند، والاثنين لمسوا الجهاز واتحبسوا. ممكن باسم يموت ويليام مايلز زي ما في عميل اسمه دانيال كروس واللي قتل المعلم بتاعه. السكار اللي على وجه اودن هي نفسها السكار اللي على وجه ايفور، ففي حاجات ممكن تحصل فعلا
بناء على النظرية دي. وبرضو ما ننساش ان ممكن ديزموند وليلى يعملوا زي ادم وايف. طبعا اللعبة مدخلة المعتقدات دي كنوع من انهم يحسسونا ان عالم اساسن كريد هو عالم واقعي. لكن سبجكت 16 لما كلم ديزموند في براذر هود قال له فايند ايف ذا كي هير دي ان اي. فهل ممكن ده يكون معناه قصده على ليلى؟ ممكن مثلا ده اللي هيوقف الكارثة من انها تحصل تاني. وفي حاجة برضو غريبة وهي ان كاساندرا شبه رانفي. هل ده كسل من المطورين انه نقلها كوبي بيست او ان كاساندرا هي نفسها رانفي؟ علما هي احتفظت بالستاف من 400 قبل الميلاد ل 2018 وطول الفترة دي ما ماتتش لانها كانت ماسكة الستاف. فازاي في سنة 800 هي عايشة في عالم ايفور من غير ما تمسك الستاف؟ فده ممكن يكون معناه ان الستاف مش شرط يموت شخص اول ما يتركه من ايده، وده بيتناقض مع موت كاساندرا وفيزاجورس في الجزء اللي فات. او ممكن ده يكون معناه ان المطورين نقلوها كوبي بيست بنفس حتى طريقة الشعر. لكن عموما هو طبعا في حاجات لسه احنا مش عارفينها، ان ازاي لوكي اتعرف على اليسيا، والمفروض ان لوكي في عالم اسجارد واليسيا في اطلانتس. برضو باسم عايز ايه من ويليام مايلز، وازاي باسم هيرجع عيلته سواء ابنه الذئب فارنير او مراته فالستاف مش بيحيي الميت. وفي كل الاحوال بالرغم ان باسم خبيث لكن شكله هو اتظلم بسبب اودين، فباسم بالرغم ان مقلق منه ولكن زعلان على مصيره بصراحه كواحد فقد كل شيء، خصوصا انه كان حزين على موت فينرير. انا اتمنى بجد ان نشوف القصه تكمله، لان لو بتلاحظوا ان في اخر كام جزء انت بتلاقي قصه انتهت والجزء اللي بعده قصه بعيده عن نهايه الجزء اللي قبله، زي مثلا سندجيت وارجنز او اورجنز واوديسي. كمان ما ننساش ان ايليجا ابن ديزموت من الممكن يرجع، والاهم العوده ل 2012، هل ده معناه ان ممكن جونو تعيش وساعتها هيحصل ايه؟ وكمان ازاي ليلى وديزموند هيخرجوا من الجريف هم محبوسين؟ دي كلها تساؤلات ملهاش اجابه. المشكله ان يوبي سوفت دلوقتي اهتموا بالعصر الحديث، لكن هل هنستنى 8 سنين كمان لحد ما نلاقي قصه عصر حديث محترمه؟ لكن انا اعتقد ان احتمال كبير ابن ديزموند يكون له دور كبير في الاجزاء الجايه. عموما هو ده الفيديو وده كل اللي عندي، احب اسمع رايكم في النظريات والشرح، واتمنى نتناقش في خبايا القصه. لو عندكم اسئله حطوها تحت، واتمنى تشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو، واتمنى ما حدش ينقل حاجه من النظريات اللي قلتها دي علشان ده مجهود شخصي. بشكركم على المشاهده، واتمنى انكم تتابعوا صفحاتي على الانستغرام وتويتر والفيسبوك. كان معكم احمد السوري، سي يو نيكست تايم.